انطلقت امتحانات الثانوية العامة، حيث توجه آلاف الطلاب إلى لجان امتحاناتهم على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية تنفيذاً لخطة أمنية أعدتها لتناسب كافة المراحل التي تمر بها الامتحانات وتوفر الأجواء الملائمة ليتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم. طبعاً احنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه، المجهود الكبير، ونقولهم دايماً مع الناس ومع الشعب، وده في اطمئنان للبنات وفي اطمئنان لأولياء الأمور، ونشكرهم طبعاً من كل قلبنا. الصراحة منظمين الدنيا جداً، وفي تنظيم وفي ترتيب، والولاد الحمد لله داخلين مرتاحين جداً يعني نفسياً. تأمين هايل جداً، وبصراحة بنشكركم جداً، وربنا يا رب معاكم يعني. بمحيط المدارس التي تؤدى فيها الامتحانات خدمات أمنية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية، عناصرها ذات جاهزية عالية واحترافية للتعامل الفوري والسريع مع أي إخلال بالنظام والأمن العام. كما تم تحديد حرم آمن بمحيط اللجان توجد فيه إلى جانب الخدمات الأمنية خدمات مرورية لتوجيه السيارات إلى مسارات بديلة بعيداً عن اللجان. النهاردة أول يوم امتحانات، والحقيقة أنا شايف تنظيم هايل من وزارة الداخلية وتأمين بأعلى مستوى بصراحة ربنا. والتأمين بسم الله ما شاء الله، وزارة الداخلية عاملة شغل تأمين عالي جدا، أنا حاسة بأمان على بنتي. منذ الصباح تتواجد عناصر الشرطة النسائية التي تسهم في بث الطمأنينة في نفوس الطالبات بصفة خاصة بمحيط اللجان، وهو ما أشاد به أولياء الأمور وبالوجود الأمني الفعال الذي هيأ الأجواء الأمنية الملائمة لأداء أبنائهم للامتحانات. طبعاً البنات هنا بيحسوا بالأمان لوجود الشرطة النسائية، وبيبقوا سعيدين بيهم وفخورين بيهم ويتمنوا يكونوا زيهم. لما بشوف الضابطات وأنا داخلة اللجان بحس بالأمان، وإن هم موجودين معانا وكده. شكراً لكم جداً. الأقوال الأمنية تجوب الشوارع والميادين وبمحيط اللجان لمتابعة ورصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، خاصة وأن التأمين لا يقتصر على لجان الامتحانات فقط، بل يمتد إلى عمليات نقل أوراق الإجابة والأسئلة. وبالتزامن مع أداء امتحانات الثانوية العامة بكافة المحافظات، يؤدي عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل امتحاناتهم داخل لجان أعدها قطاع الحماية المجتمعية لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعاً هنا المادة، وبعدين رقم دروسك لإسم رباعي اللجنة. ويأتي عقد تلك اللجان في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تراعي معايير حقوق الإنسان، وفي المقدمة منها الحق في التعليم، وهو ما يتم إتاحته للنزلاء في كافة المراحل التعليمية. النهارده كان أول يوم لينا، والحمد لله الامتحانات كانت كويسة، وأشكر وزارة الداخلية على المكان وإنها ما خلتنيش فاتني الامتحانات بتاعت الثانوية العامة. امتحنت النهارده امتحانات الثانوية العامة، وبشكر إدارة المركز إن هي وفرت لنا المكان والوقت إن احنا نذاكر ونمتحن.